مشاهدينا الكرام، والآن ينضم إلينا مباشرة من بغداد مراسل زاغروس تي في أحمد فيلي للحديث عن جلسة اليوم والمخصصة لمناقشة قانون الانتخابات. أحمد، مساء الخير عليك. ضعنا في صورة ما يجري في بغداد حول جلسة مجلس النواب اليوم، وهل بدأت الجلسة أم بعد؟ نعم، شكرا لك درشين، ومساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي ومتابعي قناة زاغروس الفضائية. في الحقيقة قبل قليل أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل عقد الجلسة النيابية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. عدم اكتمال النصاب القانوني هو نتيجة حتمية، لأن المناقشات ما زالت مستمرة ما بين الكتل السياسية لتحديد موقفها من التصويت واختيار الدائرة الانتخابية، هل هي متعددة أم هي دائرة انتخابية واحدة. هنالك ثلاثة مقترحات يتم تداولها الآن ومناقشتها. الأول يتعلق بأن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، أو تكون هنالك كل محافظة أكثر من دائرة الانتخابية، وحتى هذا الموضوع فيه خلاف، كم هو عدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة. بالنسبة لبعض التسريبات التي وصلتنا تشير إلى أن المسألة الأقرب للحسم هو اختيار الدوائر الانتخابية المتعددة بواقع أربع مقاعد نيابية لكل دائرة انتخابية، لضمان أيضا المشاركة وحقوق المرأة في هذا الموضوع والتمثيل النسوي في هذا الموضوع، إذ أن حظوظها ترتفع إلى أن تكون بواقع واحد نائبة واحدة مقابل أربعة نواب ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة. وهذا الموضوع الآن يتم تداوله أيضا داخل اللجنة القانونية داخل مجلس النواب من أجل إنضاجه، ومن ثم عرضه على الجلسة التي مزمع أن تعقد اليوم من أجل تمرير هذا القانون المهم، خاصة أن اليوم المجلس النيابي والكتل السياسية تحت ضغط كبير باعتبار أن هنالك موعد قد تم تحديده لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وهذا يتحتم حسم ملف قانون الانتخابات وقضية الدوائر وكذلك قضايا أخرى تتعلق بتشريع قانون المحكمة الاتحادية، الجهة التي الوحيدة المخولة للتصويت على نتائج الانتخابات، وكذلك موازنة 2020 وموازنة 2021 من أجل أيضا وضع التخصيصات المالية تحت يد المفوضية من أجل الشروع بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. نعم. نعم، من بغداد مراسل زاغروس تي في أحمد فيلي، شكرا جزيلا لك.